با سلام خانم ها و آقایان، من به تحیه از طرف ائتلاف بین المللی زنان و به نیابه عن الائتلاف عن النساء ضد التطرف وأيضا بعض المنظمات الأخرى هنا في كندا. إن منظمتنا بدأت نشاطها منذ 2002 لأجل الدفاع عن النساء في داخل إيران. إن نشاطات هذه المنظمة هي عبارة عن بعض اللقاء ومؤتمرات ومشاركة في مظاهرات وجلسات النسائية في كندا. واليوم ولمناسبة ذكرى 30 لمجزرة 1988 حيث تم إعدام كل هؤلاء شنقا. في عام 1988 پاسداران جنایتکار و تروریست در دادگاه‌های مرگ چندلری تصمیم‌گیری شد. تم محاكمة السجناء خلال بعض الدقائق وبعد عبورهم من ممرات الموت تم اعدامهم شنقا. مئات وآلاف من النساء الحرائر قالوا لا، قلنا لا للديكتاتور وتم اعدامهم. وخلال السنوات الماضيه وبدعوه السيده مريم رجوي كانت هناك حركه للمطالبه بالعدل، وكثير من انصار مجاهدي خلق في داخل ايران وخارج ايران شاركوا هذه العمليه، وكان هناك بعض المكاسب المهمه ايضا حيث كسروا جدران السكوت. طبعا هذه القضية مستمرة إلى يوم يتم محاكمة جميع مرتكبي هذه الجريمة. نحن اليوم نرى تأثير هذه الدماء الطاهرة في المظاهرات والانتفاضة الموسعة ضد هذا النظام، وفي هتافات الموت لخامنئي وروحاني، الموت للديكتاتور، والموت لمبدأ ليسقط مبدأ ولاية الفقيه، كما ونراه في استمرار وتوسع نشاطات معاقل الانتفاضة في داخل إيران. النساء التي هي أكبر ضحايا لهذا النظام يشاركون وبقوة ويمهدون الطريق للإسقاط هذا النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية للشعب الإيراني. كما أكدت الأخت مريم رجوي أكثر من مرة، سيتم إسقاط هذا النظام بيد النساء. نحن نستنكر العملية الإرهابية للنظام الإيراني ضد تجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في يوم 30 يونيو، ونطالب بمحاكمة الدبلوماسي الإرهابي في بلجيك وإغلاق السفارات ومراكز المعامرة تحت عنوان وتحت مسمى السفارة في أوروبا. نطالب المجتمع الدولي أن يتخذ قرارا حاسما تجاه هذا النظام. وفي الختام يجب أن أؤكد بأن مجتمعنا يدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والرئيسة المنتخبة مريم رجوي، وبرنامجها فيها 10 مواد لأجل إيران حرة وسليمة. نشكر الجميع وشكرا جزيلا، ونستمر
في هذه الندوة. تشکر می‌کنیم از همه دوستان عزیز.